موجز الأخبار من القدس دوت كوم رام الله فلسطين، أهلا بكم. أكد الرئيس محمود عباس على توجهه للأمم المتحدة لنيل مكانة دولة غير عضو، وأنه على ثقة بنتيجة التصويت لصالح القرار، مشيرا إلى أن الخطوة الثانية ستكون في إنهاء ملف الانقسام وتحقيق المصالحة، وذلك خلال احتفال أقيم أمام مقر المقاطعة ظهر اليوم. هدد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بإطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل في حال اعتدائها على لبنان، مجدداً دعمه لإيران صديقة العرب والمسلمين على حد وصفه. جاء ذلك خلال خطاب ألقاه في ذكرى عاشوراء اليوم بمشاركة عشرات الآلاف من الشيعة. أفاد مسؤول عراقي بأن أعداد اللاجئين السوريين في العراق بلغت 7500 لاجئ بمدينة القائم غرب العراق، مشيراً إلى أن هناك حملة جديدة تجري لبناء مخيم ثالث فيها يضم حوالي 1000 خيمة لاستقبال اللاجئين في المستقبل. أصدرت الحكومة المقالة في غزة عفواً عن أصحاب القضايا المتعلقة بأحداث الانقسام، مشكلة لجنة مختصة لتنفيذ هذا القرار. قال ناشطون سوريون إن الجيش الحر نجح في السيطرة على مطار مرج السلطان وكتيبتي الرادار والرحبة في ريف دمشق، في حين تجدد قصف النظام على بلدات بريف دمشق ومناطق في درعا وحمص ودير الزور. رفعت قوات الجيش والشرطة المصرية اليوم حالة التأهب القصوى ونشرت تعزيزات أمنية مكثفة في شبه جزيرة سيناء عقب تفجير وتدمير مقر للمخابرات في رفح ومبنى تابع لقوات الأمن المركزي وسط سيناء. نهاية الموجز، والآن نترككم مع الزميل محمد العدم والموجز الرياضي. الموجز الرياضي من القدس دوت كوم، أهلا بكم. ريال مدريد يسقط للمرة الثالثة هذا الموسم ويخسر أمام ريال بيتيس بهدف نظيف، وملقا يواصل حصد النقاط ويتفوق على فالنسيا برباعية في الجولة 13 من الدوري الإسباني. مانشستر يونايتد يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتا بفوزه بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد على فريق كوينز بارك رينجرز، وأرسنال وأستون فيلا يحتكمان للتعادل السلبي. في ألمانيا بايرن ميونخ يتفوق على هانوفر بخماسية نظيفة، وبروسيا دورتموند يواصل مسلسل النتائج الإيجابية ويفوز على ماينز بهدفين لهدف. إلى فرنسا، النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش يسجل ثنائية ويقود فريقه باريس سان جيرمان للفوز على التروى برباعية نظيفة في الجولة 14 للبطولة. أخيراً، الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يعلن استغنائه عن خدمات المدير الفني للمنتخب مانيو مينيزيس بعد اجتماع عقد معه، وفيليب سكولاري أبرز المرشحين لخلافته. نهاية الموجز الرياضي، إلى اللقاء. الموجز الاقتصادي، أهلا بكم. أظهر بيان لغرفة تجارة وصناعة غزة أن خسائر القطاع في الأيام الثماني للعدوان بلغت نحو 40 مليون دولار، وهو ما يعادل خسارة يوم واحد للقطاعات الإنتاجية داخل إسرائيل خلال الحرب. أعلن بنك الرفاه والعربي الفلسطيني للاستثمار عن توقيع الاتفاقية النهائية للاندماج بينهما في بنك واحد تحت مسمى البنك الوطني، برأس مال يبلغ 50 مليون دولار، وذلك بعد مفاوضات استمرت عامين. تستعد إمارة دبي لإطلاق أكبر مدينة اقتصادية وسياحية في العالم، تستوعب نحو 35 مليون زائر سنوياً، وتضم نحو 100 فندق، حيث تسعى لأن تصبح العاصمة الاقتصادية العالمية. أعلن الاتحاد الأوروبي أمس عن فشله في الاتفاق على موازنة موحدة له خلال مؤتمر عقد أمس في بروكسل بسبب تضارب مصالح الدول الحيوية هناك، حيث كان من المقرر إعلان موازنة بقيمة تريليون دولار. وأخيراً، أسعار العملات مقابل الشيكل. We'll be right back.
أهلا بكم إلى جولة في الصحافة العربية والعالمية من القدس دوت كوم. تناولت الصحف العربية والعالمية في أعدادها الصادر اليوم عددا من القضايا، أبرزها الاحتجاجات في مصر ضد الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، إلى جانب تداعيات الهجمات الإسرائيلية على غزة، إضافة إلى الضغوط التي تواجه ذهاب الرئيس عباس للأمم المتحدة. البداية من الصحف المحلية، حيث كتبت صحيفة القدس على رأس صفحتها الأولى تقول: عشية اقتراب موعد تقديم الطلب الفلسطيني للأمم المتحدة، تهديدات وضغوط إسرائيلية وأمريكية وأوروبية بفرض عقوبات، والرئيس عباس يقول: مصرون على تقديم الطلب في 29 من الشهر الجاري، وقد تكون الفرصة الأخيرة لتحقيق السلام. هذه المرة إلى أبرز ما كتبته الصحافة الإسرائيلية، حيث نقلت صحيفة معريف عن صحيفة الساندي تايمز البريطانية قولها إن إسرائيل رصدت سفينة إيرانية محملة بالصواريخ متجهة إلى غزة، وكتبت الصحيفة أيضا أن وقف النار لا يمنع حماس من تهريب الأسلحة. نتحول إلى الصحافة الدولية، حيث تابعت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تطورات الوضع في مصر، ونقلت تصريح المعارض المصري البارز محمد البرادعي الذي قاطع فيها الحوار مع الرئيس مرسي حتى يتراجع الأخير عن الإعلان الدستوري، محذرا من أن الاضطرابات قد تستدعي تدخل الجيش. في السياق ذاته أفردت صحيفة الحياة اللندنية عنوانا بعرض صفحتها الرئيسية يقول: مصر القضاء يضربون حتى إلغاء الإعلان الدستوري، قنديل يخير الشعب بين البناء أو الدماء، والمعارضة تشكل جبهة إنقاذ وطني. صحيفة السفير اللبنانية تابعت الشأن المصري فكتبت عنوانا بالخط العريض على رأس صفحتها الأولى تقول فيه: مرسي يتفوق على مبارك، قرارات فرعونية وصدام مع الشارع. أما صحيفة الاندبندنت البريطانية ففتحت تحقيقا بعنوان: عار إسرائيل، الأطفال الضحايا الحقيقيون. جاء فيه أن واحدا من بين كل 3 قتلى أو مصابين في الغارات الإسرائيلية الأخيرة على غزة يقل عمره عن 18 عاما. أخيرا نترككم مع أبرز ما نشرته الصحف العربية والعالمية من رسوم كاريكاتيرية.